يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأبو موسى عنده، فقال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هذا وقومه منهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. ينظر إلى أبي موسى الأشعري من أهل سبيل ويقول: هذا وقومه منهم. أهل اليمن أهل المكارم وأهل الفضائل وأهل الخير وأهل المعروف وأهل الندة وأهل الكرم على مر التاريخ، فضائلهم عظيمة، مزاياهم جسيمة عباد الله. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرتض عليهم. هذا في يوم القيامة، هذا في يوم الشدة، هذا في يوم العطش، يحشر الناس عطاشا، يحشر الناس في شدة وكربة، فيأتي أهل الإيمان والإسلام إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا منه، فيقول: إني لأذود الناس بعطائي لأهل اليمن. يرد الناس جميعا حتى يكون أهل اليمن أول من يشرب من حوض رسول الله. إني لأذود الناس بحوضي بعطائي لأهل اليمن حتى يرتض عليهم، يعني حتى يسيل على أهل اليمن. قال العلامة النووي: وهذه كرامة ومزية لأهل اليمن أنهم أول من يشرب من حوض رسول الله ويدفع لهم الناس. قال: جزاء كما دافعوا عن دين الله، كما دافعوا ودفعوا عن دين الله. من أول من نصر الإسلام؟ من أول من قام بالإسلام؟ من أول من حمى الإسلام؟ أليس الأوس والخزرج وما هما إلا قبيلتان يمنتان كما هو معروف ومعلوم؟ هكذا عباد الله، هكذا عباد الله. يقول عتبة بن عبد: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله إلعن أهل اليمن، يا رسول الله إلعن أهل اليمن، فإنهم كثير عددهم، شديد بأسهم، كثيرة حصونهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وغضب غضبا شديدا ولعن الأعجميين، ثم قال: إذا رأيتم أهل اليمن قد أقبلوا يسوقون نساءهم يحملون أطفالهم على ظهورهم فهم مني وأنا منهم. أتريد بعد هذه الفضيلة فضيلة؟ فهم مني وأنا منهم، كذا يقول عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن وعن أهل اليمن. فأكرم بها من فضيلة عظيمة يا عباد الله. وجاء عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: يقدم عليكم قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، يقدم عليكم قوم أهل الصلاح، أهل خير، أهل عبادة، تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قالوا: أقريش يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن. ليس قريش وليس القادمون بقريش، وإنما أهل اليمن يقدمون عليكم بعبادة وطاعة، وحق لهم ذلك. أليس منهم أويس القرني الذي قال له عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إذا أدركته فاطلب منه أن يستغفر لك؟
أليس منهم الأشعريين الذين كان يعرف منازلهم بالليل بتلاوة القرآن؟ أليس منهم أبو موسى الأشعري الذي قال له عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ فأهل اليمن هم المشهورون بالعلم والخير والفضل والعبادة والتقى على مر التاريخ.